احنا في اجواء شهر اكتوبر، وحسب معلوماتنا انه اسامه وانور عكاشه بحسوا الوطني الفياض كان عنده حلم له علاقه باكتوبر، بانتصار اكتوبر. والله عارفه انا حاسه بيا بس انا جايه بفكر في كده، احنا في شهر اكتوبر، وبابا كان عنده حلم ابواب الفجر، فيلم اكتوبر اللي كان بدا فيه فعلا كان بالنسبة له حاجة قوية جدا، وطبعا يعني وقتها هو ده مشروع يعني ده مكتوب. دي المعالجة المقدمة بتاعت الفيلم، كان فيلم سينمائي هيجسد حرب اكتوبر. في كمان اعتقد يعني في مشاهد بقى، ده الكفر بخط ايده ابواب الكلام ده اول مرة يطلع. انا مطلعاه معكم وليكي، اول مرة الكلام ده يطلع ابواب الفجر، سيناريو للسينما، أسامة أنور عكاشة. فأنت الحياة، ولا حياة إلا بك يا مصر. مصطفى كامل. إحنا ما لقيناه كأننا لقينا كنز. لقيتوه إمتى ده؟ يعني آخر في مرة كان 3 سنين ولا حاجة بندور. أيوه. لقينا، إحنا كنا عارفين إنه شايل ورق بس كناش نعرف إنه كاتب مشاهد بالفعل. لقينا ورق كمان، خطة كاملة للعمل. لقينا المعالجة وخطة السيناريو، وبنبص لقينا 24 مشهد مكتوبين من الفيلم ده. يعني هو كأنه أوتلاين أو خريطة عامة للفيلم. يعني المهمة ممكن، مش عايز أقول بسهولة، إنما من الممكن استكمال ما بدأ أسامة أنور عكاشة. هو حاطط حتى الأساس في المعالجة والخطة بشكل واسع طبعا، وكان اجتمع ايامها مع شؤون المعنويه اجتماعات كبيره جدا كتير جدا، وحطوا خطه كامله. سؤال افتراضي للاذاعيه الشهيره نسرين اسامه انور عكاشه. اولا نصر اكتوبر مش حاجه مرتبطه بزمن ولا بوقت، لو النهارده او بكره طرق باب اسره اسامه انور عكاشه طارق وقال احنا عايزين ننتج الفيلم ده، احنا عايزين نكمل الرؤيه دي، عايزينها تبقى أساس لعمل ضخم نعمله، إحنا هنعمل اللي هو يعني قررنا إن إحنا نبادر بالأفضل كمان. لما لقيت إن أنا جاية هنا مع أستاذة منى الشاذلي في معكم في شهر أكتوبر، وأنا عارفة تقدير والدي إزاي هنا، قررنا إن إحنا اتفقنا مع بعض إنه من قبل ما حد يفكر أصلا العمل موجود 24 مشهد بالمعالجة بالخطة، بنهديها من روح أسامة أنور عكاشة الشؤون المعنوية وللبلد. أكيد هم ده أقل حاجة فكرنا فيها، إحنا مش عايزين حتى المنتج يطرق الباب، إحنا عايزين ندي ده لأصحابهم اللي عايزين يستفيدوا، عايزين يقدموا حاجة تتكلم عن الحرب المجيدة دي وعن الانتصار ده من روح بابا. تأكيد هو هيبقى فرحان إن هو بيدي حاجة لأنه كان عايز يعمل حاجة للبلد بده. فأنا واثقة دي بادرة طيبة جدا وعظيمة، وأتمنى إنه يتم تلقفها، لأني أنا متأكدة إنه أي رؤية هيعملها أسامة أنور عكاشة هيبقى فيها من النضج والجمال والبهاء اللي يخليه عمل عظيم زي أعماله العظيمة. أنا يعني مقدرة كلامك قوي منى، وعايزاكي يعني الموضوع كان ليكي في برنامجك. لو ده هيفيدهم أرجوكي، أنا عارفة كنتي بتحبي بابا قد إيه. احنا بنقول اهو من عند استاذه منى الشاذلي، العمل ده 24 مشهد معالجه اتعمل فيهم شغل حرام يستفيدوا بيه، مهدى من اسامه انور عكاشه اللي ما قدرش يعمله في حياته. تحيه لاسامه انور عكاشه ولاسرته المحترمات اللي بتقدم جزء من ورثه الادبي والفني للجهات المختصه. المكان بيفتني دائما، انا عاشق من عشاق المكان، أألفه واحبه واشاهده جيدا. وانا لفيت يمكن بلا تواضع زائف، انا ما خليتش مكان في مصر ما رحتوش. احيانا كانت بتبقى رحله قهريه من خلال وظيفتي وعملي في الحكومه، واحيانا كانت اختياريه وبحث عن المرء
والمشاهد، القاهرة، الإسكندرية. في القاهرة أنا أزعم أني لم أترك حيا في القاهرة لم أعش، وأعتقد أن هناك فارق بين أن ترى وأن تعيش. مجرد الرؤية، رؤية العين السياحية مختلفة تماما عن أنك تعيش المكان. وأنا كنت بعيشه بلا قصد، بلا تعمد. المسألة حبي لرؤية الناس، حب يعني أنا بعتقد أن كل مسير لما خلق له. فأنا كان عندي مسألة دقة الملاحظة ورغبة في المشاهدة، فعيني كانت على المكان، والمكان ليس منفصلا عن زمنه وعن ناسه. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.